لا تقف أسيل عبده أمام هؤلاء الأطفال لتقديم حصة في الدين أو الحساب مثلا، فهي لم تلتحق بمهنة التدريس في حياتها، لكنها في الواقع تسعى عبر مبادرتها التي سمتها بالعامية السودانية ما تهبشني، وتعني لا تمس جسدي، إلى توعية الأطفال بكيفية الإفلات من التحرش الجنسي الذي قد يتعرضون له في حياتهم من قبل البعض. وريني بتحافظ على جسمك، انت توريه؟ بأسلوب تعليمي بسيط يعتمد على الموسيقى والرسم والمحاكاة، تحاول أسيل جذب انتباه الأطفال وتعريفهم بما تصفها مناطق الخطر في أجسامهم والتي لا ينبغي لأحد المساس بها، كيف لا وهي واحدة من ضحايا التحرش الجنسي. بالنسبة لي أنا النكران بيخلي المشاكل تتفاقم ما بتتعالج، لكن كونك أنت تقعد تنكرة وتقول لا لا أنا مجتمعي المجتمع المحافظ ما ممكن يحصل فيه تحرش، ما ممكن يحصل فيه اغتصاب، ولما نجي نتكلم عن اغتصاب وتحرش أول حاجة الناس بتتكلم عنها يقول لك لبس البنات وآية عشان البنات. طيب إحنا بنتكلم عن أطفال. لا صمت بعد اليوم على جريمة لم تردعها القوانين وتحد من انتشارها بعد. طبعاً الحاجة دي بتخوف شديد. لازم حاجة زي دي تقف، لأنه ممكن بكرة ما أولاد الناس اللي بيسكتوا، ممكن أولاد الناس اللي هم ممكن يدافعوا عن أولادنا يحصل لهم الحاجة دي، فأحسن يوقفوا الحاجة دي يا ريت. لا يكاد يمر يوم إلا وتتحدث وسائل الإعلام عن وقوع حالات لتحرش جنسي بأحد الأطفال، واقع مأساوي تعود أسبابه حسب خبراء إلى تفاقم البطالة وانتشار المخدرات وسط الشباب وغيره. لقينا أعداد متوسط الاعتداءات اللي قاعد تصل اللي قاعد تبلغ 3000، أما المتوسط بتاعها 3000 سنويا، 3000 طفل سنويا بيتعرضوا لهذا النوع من الاعتداء. الحكومة بدورها أنشأت شرطة ونيابة خاصة بجرائم الأطفال، ومع ذلك تبدو جهود المجتمع أكثر أهمية في مكافحة جريمة التحرش الجنسي. لا شك أن المبادرة المسمى لا تمس جسدي لتوعية الأطفال وأسرهم ضد التحرش الجنسي حركت مسألة مسكوتا عنها وتؤرق المجتمع، ولهذا فإن أي جهد لكسر وصمة الصمت عن مثل هذا النوع من الجرائم الخطرة حسب كثيرين هنا يمثل خطوة وقائية مهمة في اتجاه حماية الأطفال. عبد الباقي العوض، الحرة، الخرطوم.